أنا أول مرة أدري إنها عندهم. اليوم الثالث يا جماعة، هذا اليوم اللي طبعا قمنا نغير فيه الرحلة ونزيد يوم وننقص يوم. الحمد لله، بس الحمد لله أنا كويس، بس راس تعبان. شفنا أن في أشياء كثيرة لازم نشوفها. انتقلنا إلى المدينة الثانية، طبعا هي ثاني أكبر مدينة، لكن لا تتوقعون إذا قلت ثاني أكبر مدينة أنها واو، ترى يمكن قد الخرج. لا اسمح لي أخ محمد، أنا أعطيتك الحق أنك تتكلم، بس أنك تطاول هذا مو مقبول، لأن المدن فيها صغيرة مقارنة بالمدن الأسترالية، يسمونها second biggest city in Tasmania. الطريق كان بصراحة خرافي، تستمتع، كان عجيب يا جماعة. إذا مد النظر تشوف كله يا يمين بقر يا يسار، سوري مو بقصدي أنت، يا ساتر حسبي الله ونعم الوكيل، يا يمين بقر يا غنم، وادي كان وادي، بس إنه منبسط وجميل صراحة، السواقة فيه جميلة. والأجمل إنك توقف بين المدينتين في كذا مكان مشهور عالميا، مثلا في مطحنة اسمها كولينغتون ميل، هذه مفتوحة للعام، ما تقدر تدخل وتشوف الأوبريشن إلى الآن قاعد يسوون فيها، تدخل برمز بسيط يعني. بصراحة للأسف إن يوم وقفنا كان قد سكروا. وصلنا للمدينة اللي اسمها لانسيستن، تعب عيونك وانت تشوف الكنائس. تخيلوا يا جماعة، زي عندنا بالحارة مثلا فيه مسجد هنا، وبعد شوي مسجد ابو راشد ومسجد هيدان ورا كذا، هذول كنائسهم جنب بعض. تخيلوا يا جماعة شيء غريب، ثلاث كنائس بشارع واحد او اربع. بس ما اني جاي لانسيستن وهي مشهورة بالخضار اكثر من هوبرت، فانا قررت اني اسكن في كوتج. عاد الكوتج لعبتي. تبون الصراحة، كل ما قربنا من الكوتج كل ما خفت زيادة، مكان صاد ما في إلا أنا يا ولد، شو السالفة؟ هذا بعض الناس دائما ينغص الجلسة لا يطلع عذاريب. لا بصراحة تبون الصدق، مكان جميل، الحرمة اللي رأيت البيت ساكن جنبنا، استمتعنا متعة عجيبة. تعال أوريكم الكوخ من داخل كيف شكله. يا ليتني والله جالس هنا طول السنة. شوف المنظر يا جماعة، هذا طبعا حمام ساخن، هذه محروسة، هنا راح يكون فيه الشغل إن شاء الله اليوم. أتذكر هذه المساقين، هذا الكويتي، هذا الكبير طلع آخر شيء. إيش جاب عندهم الأستراليين؟ أول مرة أدري إنها عندهم. شكله سعودي ولا عربي حتى. شو الفرشة؟ حصير. اسمع. هنا في هذه اللحظة لست مضطرا أن أكون مثاليا. لن أدع أي شيء يعكر صفوي هذه الليلة. الله معي وتوكلت عليه في كل شؤوني. ما أنا طرحنا الموضوع هذا بصراحة، خلونا نسولف لكم. في ناس أعرفهم مسافر يوم ورا يوم ما يوقف من أكتيفيتي لأكتيفيتي، يرجع من السفر وهو تعبان. أنا بصراحة من الناس اللي كنت ما أوقف، أطلع من مكان لمكان حتى لو تعبان، أروح أرتاح بالكافي، أرجع من السفرة بدل ما أكون استجمام. أوكي هو وقت يعني محدود، لكن برضو عساس تستمتع في الرحلة وتاخذ الفكرة من السفر اللي هو استجمام، لازم انك يكون عندك لحظات صمت وراحة مع النفس، تفكر، بعدين هذا يخليك راح تستمتع زيادة بالرحلة. جاء نكمل ما تبقى من سفرتنا. انا قربت اوصل، لكن شوفوا من وراي داعس يا اخي، الباصات هنا يا مدير روق يا اخي. ما وصلنا للكهف بصراحة يعني، يا بنا سبحان الخالق، في اشياء متكونه داخل الكهف
ما نعرف تاريخها، يمكن أكثر من 2000 سنة. تخيلوا أملاح منى كابريكان متجمعة ونازلة على شكل زي الثريات كذا. ألف وتسعمائة وحاجة بدأوا يخلونه مكان زي ما تقول المزار، وبدأوا يهتمون فيه إن ما حد خرب المنطقة. فبصراحة شيء عجيب، سبحان الخالق. ونحن عزيزي المتابع نصل إلى قمة الجبل، الجميع هنا مستمتع كما أنتم مستمتعون معي هذا. أوه يا جماعة الكهف كان عجيب، والأجمل الغابة اللي موجودة حوله. وصلت أنا وياكم للمكان الجميل اللي أنا أقول لكم عنه دائما أجلس فيه، هذا هو يا جماعة تلوموني لكني غيرت رأيي رجعت أحبه. وهذاك الكافي الرخيص اللي دائما كافية أسوأ كافي في المدينة، يعني ما شاء الله عليهم محققين الجائزة هذه. المهم المدينة الأخيرة، أنا بتمشى بكم هنا وبسولف. المدينة الأخيرة يا جماعة كانت مميزة، لكن ما في وقت بصراحة. المكان الوحيد اللي رحنا له، جلستهم جميلة، المكان الوحيد اللي رحنا له يسمونه تشير ليفتنج. مجمعين في كل شيء، في بحيرة، في مسبح، في جسر عالمي قديم من 1890. استمتعت في المكان، أعطيه 10 من 10 تقييم. الأكل كان جميل، الطاووس يا جماعة تعرفون عندنا مثلا قطاوة بالشارع، الطاووس كان قطو، كل شوي لقى لي طاووس، عليه صوت غريب صراحة. في أحد قد سمع صوت الطاووس؟ السواليف واجد، بس أنا أحب أخلي الحلقة في فلطيفة. هذا اللي وراء جاي بيكلمني، فبنشوف ردة فعله. أيوة. Now?